بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العالم في أسبوع. نستعرض في هذه الحلقة أهم الأحداث ونستقرأ التداعيات ونحلل التطورات ونتابع سويا فيها. استفتاء يناير، استفتاء على الدستور المصري الجديد أم على شرعية الانقلاب؟ جنوب السودان يقترب من الحرب الأهلية، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم. تدخل الأزمة المصرية في منعطف جديد، حيث تسعى كافة الأطراف لإثبات شعبيتها من خلال الاستفتاء على الدستور الذي يعتبر الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي عقب قيام الجيش بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الانقلاب في 3 يوليو الماضي. إنه استفتاء على الانقلاب أكثر منه على الدستور، هكذا يقول باحثون من معهد كارينجي للسلام الدولي. ولذلك فإن كل من سلطات الانقلاب ومعارضيه ستعمل ما في وسعها لتمرير الدستور أو إسقاطه. فلنتابع. نعم لا، نعم لا لا، إنها ليست موسيقى بحر من بحور الشعر العربي، بل إنه صخب اختلاف القوى السياسية بشأن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي قامت بها لجنة 50 وأقرتها وقدمتها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لينظر ماذا يرى. وقد كان، فقد أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراره بطرح التعديلات التي أجريت على دستور 2012 للاستفتاء في اليومين 14 و15 من يناير المقبل. لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012. لا أريد أن أنهي هذه الكلمة دون أن أتحدث إلى أولئك الذين كانت لهم آراء ومواقف مختلفة خلال الفترة الماضية. إنني أدعوهم للتحلي بالشجاعة والتخلي عن العناد والمكابرة. أدعوهم إلى اللحاق بالركب الوطني والتوقف عن السعي وراء سوابق ووراء سراب وأوهام. التعديلات الدستورية تلقى قبول قطاع من المجتمع المصري عامة ومن الليبراليين أو غير الإسلاميين خاصة حتى قبل أن يقرها 50. لكن الاختلاف كائن في قطاع الإسلاميين، فهم على قسمين: الأول بين من يصوت بنعم للدستور وبين من يصوت أيضا لكن بلا. فعلى رأس المؤيدين حزب النور الذي لم يكن رأيه مفاجئا لكثيرين، وعلى رأس غير المؤيدين حزب مصر القوية، لكن كلا وجهي هذا القسم على كل حال يؤيد مبدأ التصويت. في كل استفتاء في الوجود من حق أي إنسان أن يوافق أو يعترض أو يمتنع. هناك بدائل ثلاثة هي من حق أي مشارك: أن يشارك، أن يمتنع عن المشاركة، أن يرفض، أن يقبل. كل ذلك من الحقوق الطبيعية لأي مشارك، وبالتالي فإن مقاطعة استفتاء ليست مدانة وليست جريمة. المسألة هي في جدول الاستفتاء ذاته، لأن ثمة إحساس لدى كثير من المعنيين بالعملية السياسية أن هناك ترتيب معين يراد له أن يتم دون النظر إلى الإرادة العامة. أما القسم الثاني فهو الذي ما زال لا يعترف بدولة ما بعد 30 يونيو، ومن ثم فإنه لا يعترف بأي إجراءات سياسية ولن يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويدعو الشعب لمقاطعة الاستفتاء. وهذا القسم يتكتل تحت راية التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي على رأسه الإخوان المسلمون، والذي يرى أن سلطات ما بعد 30 يونيو تريد أن تجعل من الاستفتاء تفويضا آخر بمزيد من القتل وإراقة الدماء. ليس خفيا أن إصرار التحالف الوطني لدعم الشرعية على مقاطعة الاستفتاء على الدستور، بل وعلى دعم شرعية الرئيس محمد مرسي أيضا، هو أمر يثير سخرية كثيرين، ولكن ولا شك هو أمر يثير ريبتهم وقلقهم أيضا. من القاهرة لقناة الكوت، معتز صقر. بين ليلة وضحاها انتشرت الإعلانات على الجسور وفي إشارات المرور وعلى الطرق السريعة تدعو للمشاركة بالتصويت على الاستفتاء على الدستور. لا يعرف أحد من القائم على تلك الإعلانات ومن دفع ثمنها، لكن الذي أصبح معروفا الآن هو اتجاهات أغلب الأحزاب السياسية بشأن المشاركة. وانقسمت الأحزاب إلى 3 اتجاهات: الأول يرى أن المشاركة بنعم، والثاني يرى المشاركة لكن برفض الدستور والتصويت بلا،
أما الفريق الثالث فيرى المقاطعة هي الحل الأفضل للتعبير عن رأيه في مواد الدستور. أحزاب جبهة الإنقاذ ومعها حزب النور السلفي من مؤيدي الدستور إلى جانب المجلس الأعلى للطرق الصوفية الذي أكد تأييده أيضا للتعديلات الدستورية ومشاركته في الاستفتاء. الكوت التقت مع الأستاذ حامد جبر عضو مجلس أمناء التيار الشعبي وأيضا عضو المكتب السياسي بحزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، فلنتابع اللقاء. مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الكود الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ حامد جبر عضو المكتب السياسي حزب الكرامة وعضو مجلس أمناء الطائر الشعبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حامد. أهلا بك أستاذ محمود. في البداية أستاذ حامد، رغم المآخذ الكثيرة على الدستور المصري الجديد، لماذا سوف تصوتون بنعم على الدستور؟ شوف يعني أنا عايز أشير لأهم حاجة أنا يعني لاحظتها في هذا الدستور، وهي باختصار شديد جدا وبعنوان عريض، انه هذا الدستور اعاد مصر الى المصريين مرة اخرى. بمعنى انه الدستور المعطل الصادر في عهد الاخوان كان به بعض المواد لا تعد على اصابع اليد الواحدة، تتيح للحكومة الاخوان اذا ما كانت ظلت في الحكم الى فترة قصيرة اخرى غير التي قضتها أن تحدث تغيير في التركيبة السكانية في مصر، بما يؤدي في النهاية إلى خلق كتلة غير مصرية تتجنس مصريا ويكون لها تأثير وثقل في أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية. بشكل واضح المادة المتعلقة بحق اللجوء السياسي، المادة المتعلقة بحق اللجوء السياسي في دستور 2012 كانت تتحدث على أنه من حق أي لاجئ سياسي حرم من الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري من حقه أن يكون لاجئا سياسيا. إذن هذا الأمر لما يجي الدستور الجديد أو مشروع الدستور الجديد الذي سوف يتم الاستفتاء عليه الشهر القادم ويقصر حق اللجوء السياسي على المناضلين في بلادهم، ولا يجوز ابعادهم من بلد المنفى اللي هي مصر. فهنا عشان كده بقول لك انه هذا الدستور اهم ما فيه انه مانع اي سلطه قادمه من انها تتصرف في اي جزء من اراضي الدوله. ايضا اعاد مره اخرى مفهوم اللاجئ السياسي لمصر ولم يعطيه حق من الحقوق الموجوده داخل هذا الدستور. ولكن هناك توقعات بعدم تجاوز نسبه تصويت على الدستور بنعم، كمثل ما حدث في عام 2012 في الدستور كما يقول بعض الدستور جماعه الاخوان المسلمين، فهل تتوقع ان هذا الامر حقيقي ام لا؟ هذا في علم الغيب، لكن عايز اقول لك انه في دستور 2012 منع المصريين من الإدلاء بأصواتهم بلا ضد الدستور الإخوان، واستخداموا من الأساليب والأدوات لتعطيل التصويت، لدرجة أننا كنا يعني حتى 11 مساء أمام اللجان وفي لجان انقطع عليها النور عمدا علشان ما يتمش التصويت فيها كما حدث في المنوفية وغيرها، ومع ذلك طلعت النسبة تقريبا 62-54 أو ما هذا إلى هذا الحد. أنا بقول لك أن النسبة سوف تكون أكثر من هذا بكثير، أنت في حاجة إلى 50+1، نسبة الذين سوف يصوتون إلى الدستور بنعم سوف تزيد عن 65%، وسوف نرى ما القادم ليثبت صحة وجهة نظر الطرفين. عايز أقول لك أنه لا جماعة الإخوان ومن معها ولا أيضا الأحزاب السياسية ومن معها يملكون قدرة حقيقية على تأثير مباشر على الشارع المصري. ألا تعتقد أن التصويت على الدستور بنعم هو تصويت على ما حدث يوم 30 يونيو والثالث من يوليو؟ بالتأكيد، وهذا هو التحدي الأكبر. إذا كنا ندعي بأن 30 مليونا أكثر خرجوا لنزع السلطة من جماعة الإخوان الفاشية، فهذا تأكيد وهذا هو التحدي الأكبر للقوى السياسية التي بدأت التمرد على حكم الإخوان الفاشي بأنها تثبت قدرتها في الشارع المصري كجزء أصيل من حركة المجتمع بشكل كامل في اتجاه إثبات للذات وللخارج بأن هذه ثورة حقيقية، والدليل المادي الدامغ هو التصويت بنعم للدستور والملايين التي سوف تخرج وتزيد عما كانت عليه في 2012. هناك رغبة في التيار الشعبي في تعديل خطة المستقبل،
بإجراء انتخابات رئاسية أولا، مما أحدث هذا الأمر شقا في صفوف إجابة الإنقاذ. لماذا هذا الموقف من التيار الشعبي؟ نحن قلنا منذ البداية أن انتخابات رئاسية أولا حتى يعني تكتمل الهياكل التنفيذية للدولة، وأيضا حتى لا يكون هناك تأثير مباشر على انتخابات البرلمان التي سوف تؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع إذا ما سيطرت كتلة على البرلمان، وبالتالي سوف تؤثر في انتخابات الرئاسة في المستقبل. لكن أنت تريد رئيسا متفق عليه من كل المصريين، ثم يأتي البرلمان كيفما يريد الشعب المصري، لأنه إذا حدث وجاء البرلمان سوف تحدث صراعات مؤكدة وسوف يؤثر على رئيس الدولة. أما إذا جاء رئيس لكل المصريين وتبنى مطالب الثورة سوف يكون له أثر إيجابي على النخبة السياسية في أنها تتحد ولا تتفرق من أجل تنفيذ البرنامج الرئاسي المطروح من الرئيس المنتخب. ما هو مصير جبهة الإنقاذ إذا ترشح الأستاذ حمدين صباحي أو الأستاذ عمرو موسى إلى رئاسة الجمهورية؟ في تصوري ومن غير انحياز للأستاذ حمدين صباحي، حمدين أعلن ترشحه للرئاسة وعلقه على شرط واقف، وهو حصول توافق سياسي عام من قوى سياسية على شخص المرشح وعلى البرنامج السياسي للمرشح، وإذا لم يتحقق هذين الشرطين أو أي منهما لن يكون حمدين موجود في الانتخابات كما هو كما قال هو. لماذا هذا الموقف من تأييد ترشح الفريق فتح السيسي لرئاسة الجمهورية؟ هل هذا الموقف عفى عليه الثمن من وصول شخصية عسكرية إلى حكم مصر مرة أخرى؟ أنا عايز بس أقول لحضرتك حاجة، أنه مصر لم تحكم بواسطة مؤسسة عسكرية على مدار تاريخها الحديث على الإطلاق، والمشكلة في أنه بعض قوى اليسار وقوى اليمين الليبرالي تتحدث بمفاهيم مغلوطة عن المؤسسة العسكرية المصرية. العبرة هنا بمدى انحياز أي رئيس دولة وتبنيه للقضايا الاجتماعية للشعب المصري. الفريق أول عبد الفتاح السيسي من حقه كمواطن مصري أن يترشح إلى رئاسة الدولة، والشعب المصري هو صاحب الاختيار الأصيل في من يرى بأنه ممثل حقيقة عنه وأنه تعبير عن اللحظة الراهنة. في النهاية أشكر ضيفة الكريم أستاذ حامد جبر، عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة، عضو مجلس أمناء الطيار الشعبي، وشكرا موصولا لكم. شكرا لك. معظم الأحزاب الإسلامية بينها حزب الوطن أعلنت أنها ستشارك في التصويت على الدستور، لكنها ستدعو بالتصويت برفض التعديلات. وفي هذا الفريق أيضا عدد من القوى الثورية التي ترى أن لجنة 50 لن تحقق ما كانت تأمله، خاصة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وبالتحديد مسألة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وينضم إلينا من القاهرة الدكتور علاء أبو النصر، هو عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية والقيادي بالجماعة الإسلامية. أهلا بك دكتور علاء. في البداية، ما هي مبرراتكم للدعوة لمقاطعة الاستفتاء أو التصويت بلا؟ في فرق بين المقاطعة والتصويت بلا. بالنسبة للمقاطعة فمبني على بعض الأسس، منها أن هذا الدستور باطل لأنه أتى من لجنة باطلة، يعني من وجهة نظرنا لأنها عينت من قبل انقلاب باطل وسلطة مغتصبة وسلطة غير شرعية، فبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. فيعني المقاطعة تؤسس لهذا المبدأ وتؤكد على أننا لن نعترف أبدا بكل المؤسسات والهيئات التي أتت عبر هذا الانقلاب التي بدأ في 3 يوليو. كل ما أتى وبني على 3 يوليو وخطاب 3 يوليو نعتبره انقلابا، فبالتالي لا نعترف ولا نسلم بأي شيء أتى عبر هذا الانقلاب. هناك العديد من المواد في الدستور الجديد تمت صياغتها بشكل أفضل من دستور 2012، حتى مادة المحاكم العسكرية جاءت في صياغتها أفضل كثيرا مما كانت عليه في الدستور السابق، فلماذا تدعونا لرفض الدستور الجديد؟ أنا هفترض جدلا
ان الدستور الجديد دوت افضل من دستور 2012. افترض كده انا اقول هذا ابن غير شرعي، ابن سفاح، فبالتالي لا اعترف به. يعني الابن الغير الشرعي حتى لو كان ذكيا وجميلا وما شابه فهو في النهايه ابن غير شرعي. ده اذا كان صياغته كما تقولين، فما بالك ان كانت صياغته سيئه. انا لن يعني انجر الى الحديث في تفاصيل الدستور، ولكن يا ريت المشاهدين يعودوا الى الدكتور محمد ابو الغار في البرنامج اللي أذيع من حوالي 4 أيام في قناة التحرير، ويسمعوا ماذا قال لما الجيش عزمهم على العشاء وفوجئوا بدستور غير اللي هم اتفقوا عليه داخل لجنة الـ50، واضطروا يعدوا الكلام واضطروا يعدوا الأمور عشان إيه ما يشمتوش فيهم حد، وعشان الأمور تعدي. وهو بنفسه قال هي عك بس هنعمل إيه بقى، لازم الأمور تعدي. أنا عايز أعرف كيف يستفتى على دستور غير اللي هم قالوه أصلا. يعني شوفي، مصيبة تولد مصيبة، يعني انقلاب ده مصيبة، ثم تعديل الدستور مصيبة، ثم الدستور اللي عملوه تحت القبة مصيبة، وبعد كده طلعت مصيبة تانية وأخيرة ان بعد ده كله الجيش قدام دستور جديد خالص غير اللي هم عملوه. وده ارجعوا للفيديو صوت وصورة للدكتور محمد أبو الغار في قناة التحرير مع المذيعة، حتى هي بتقول له يعني غريبة الليبراليين دولت، ساعة دستور 2012 كنت بتفصصوا النصوص حتة حتة، ودلوقتي يلا يعدي وخلاص. هلا هنعمل ايه بقى، هو عك بس يلا نعدي وخلاص بقى. طيب دكتور علاء، هل تخشون من تزوير الاستفتاء، وما هي مبرراتكم إن كانت الإجابة نعم، وهل ستتخذون أي إجراءات لمنع هذا التزوير أو مقاومته؟ ده يقينا ده هيحصل. يعني هو يقينا الجيش أو السلطة الإنقلابية لن تمرر هذا الدستور إلا بنعم، دي حاجة معروفة. يعني أنت لو حطيتي البطاقة فيها لا هتنزل نعم في التصويت، ولو نزلت نعم في الصندوق هتتفرز، لو اتحطت لا في الصندوق هتتفرز نعم وهتتعدي نعم. دي يعني حتى المراقبين والباحثين قالوا ذلك، ورجع للدكتور معتز عبد الفتاح قال كده، والكثير قال كده، ان حتى لو الناس قالوا لا هتطلع نعم، فدي حاجه معروفه جدا، لان هم حتى لما حطوا خرطه الطريق ما قالوش لا هتودينا فين. لغايه دلوقتي احنا مش عارفين لا هتودينا فين. بمعنى لو احنا كشعب قلنا لا، ايه اللي هيحصل؟ هل معنى ذلك يعود دستور 2012؟ هل معنى ذلك ينكسر الانقلاب وتعود الشرعية الدستورية مرة أخرى؟ هل معنى ذلك يعود الدكتور محمد مرسي؟ هل معنى ذلك يذهب الجيش إلى ثقناته ويترك السياسة ويترك الحكم؟ يعني حتى الآن لم يقولوا لنا ماذا لو يعني الدكتور محمد مرسي في دستور 2012 قال لو لا هنعمل كذا كذا كذا، لو نعم هنعمل كذا كذا كذا، لكن هم ما حطوش لا دي، هم قالوا نعم هنعمل كذا، لا ما أوردوهاش في حساباتهم، لذلك هم عاملين حسابهم على نعم فقط. طيب هناك من يرى بضرورة العودة لدستور 71 وانتظار حتى تهدأ الأمور ومن ثم إعادة كتابة الدستور. هل في حالة إذا لم يحصل الدستور الجديد على نسبة كافية، كيف تقيم مثل هذه المقترحات؟ طبعا هراء لسبب وعبث، لسبب بسيط جدا. دستور 71 عارفين العوار اللي فيه، وعارفين كيف يعني مهد لنظام استبدادي على يعني عقود طويله من الزمن. وعندما اتى دستور وافق عليه الشعب بنسبه 64%، نقول لا هنسيبه ونرجع ل 71 ثاني؟ يعني انا عندي دستور واستفتي عليه وتوافق عليه، انا عايز حد يقنعني، عايز حد يقول لي ازاي عندي دستور الناس وافقت عليه في استفتاء شفاف ونزيه، ازاي اسيبه واعدله او اجيب غيره او ارجع ل 71؟ يعني انا عايز اللي بيقول الكلام ده يقنعني كيف تذهب الى دستور فيه عوار كثير وانت عارف كده كويس جدا، كيف تترك دستورا وتذهب الى تعديلات انت عارف ان هي باطله وزورت وهتزور وعدلت رغما عن أنفك وعدلت بطريقة غير اللي انت حطيتها. أنا كيف تقنعيني ان انا اقبل هذا الدستور اللي هو 2013 او دستور 71 وانا عندي دستور رائع تم الاستفتاء عليه بالفعل؟ انا عايز واحد يقنعني بهذا. نعم وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علاء أبو النصر عضو تحالف الوطني لدعم الشرعية، كنت معي من القاهرة. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده. جنوب السودان على شفا الهاوية، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. كشفت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها جنوب السودان الأسبوع الماضي عن حجم التناقضات والتحديات التي تواجه هذا البلد الوليد وهو في مرحلة بناء مؤسساته، حيث أظهرت المحاولة عن وجود قدر كبير من الاحتقان بين أجنحة الحركة الشعبية السلطة الحاكمة منذ الاستقلال في عام 2011 وأيضا ما بين التيار الرئيس سيلفا كير ميارديت والتيار المعارض له الذي يقوده النائب السابق لرئيس الحركة إربك مشار. وهذا الاختلاف والخلاف تبلورت ملامحه بعد قيام الرئيس ميارديت بإقالة عدد كبير من أعضاء حكومته في يوليو الماضي ومنهم مشار الذين يتهمونه بأنه يحكم البلاد بأسلوب ديكتاتوري، وما خلق حالة من الاتهامات المتبادلة بينهما، وتحول الخلاف السياسي بينهما إلى صدام مسلح كشفت عنه المحاولة الانقلابية الأخيرة. الأخطر من ذلك أن هذا الخلاف السياسي أخذ بعدا عرقيا، فالمعارك الدائرة في مجملها هي انعكاس للصراع التاريخي بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس ميارديت والنوير التي ينتمي إليها نائبه السابق مشار. ويكتسب هذا الصراع خطورته من الامتدادات التي تحوزها القبيلتان وغيرهما من القبائل المساندة أو المعارضة لهما في الدول الإفريقية المجاورة مثل كينيا وإثيوبيا والكونغو وأوغندا. وهو واقع ديموغرافي يعطي هذا الصراع بعدا إقليميا لا داخليا فحسب. وينضم إلينا من العاصمة السودانية الخرطوم البروفيسور ديفيد ديشان رئيس حزب الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان المعارض وأيضا أحد أبناء قبيلة أنوير. شكرا جزيلا بهذا الفرصة. أنا بقول أولا ما كان في انقلاب، انقلاب وهمي. فسلفا كير بقول لأنه كان الانقلاب فاشل، ما كان في انقلاب في جنوب السودان أطلاقا. الأسباب كثير. الأسباب هي بدأ بسرعة داخل الإزب، ما ممكن يدخل للشعب. السرعة ده سرعة بالانتخابات 2015. السيد الرئيس سيلفا كير ما عاوز الانتخابات يقوم 2015 لأنه عاوز يحكم حكم الفرد أوتوكراسي، يعني يحكم لهذا 2020. فرياك بقول له يا سيلفا كير لا، أننا ديمقراطيين ما ديكتاتوريين، لازم الانتخابات يمشي 2015 لكي الشعب يقرر من يكون رئيس الشعب في جنوب السودان. فإذا كان قلت لأنه أنت ما عوز الانتخابات يو أمر التعكيسات دي لشان ما الانتخابات ما يقوم من شهر 4 شهر 5 6 7 8 العدد 9 حتى الآن آخر يوم يوم 9 من قبل هذا المشكلة الآن في الجنوب بدأ. فهذه التعكيزات دي كله عشان ما يكون في انتخابات 2015. أنا أقول لك الانقلاب ده وهمي من سيلفا كير، ما انقلاب، ما فيش انقلاب. لو كان في انقلاب الموضوع كان انتهى. أنا قرينا العسكرية بيعرف زمان، كنا شباب قرينا لما تعاوز تعمل انقلاب، انقلاب ده من بيعرفه؟ ما بزول بيعرف، لأنه في حاجتين في الانقلاب، الله الموت أو النجاح. إذا فشلت خلاص، إذا نجحت تمام. لكن ما في انقلاب في الجنوب، ده انقلاب وهمي. العالم الدولي لازم يفهم المشكلة، البداية المشكلة ما فيش انقلاب، انقلاب وهمي. والبقول لأنه اليوم مشال بدأ البتاع ده كل جاي من الدول الغربية، سياسة إسرائيلية وسياسة أمريكية. به نخلي زي ده، هل أمريكا بهب جنوب السودان بيكون ما يكون في استقرار؟ سيلفا كير فشل، فشل الدولة بالفساد بالحكم في كل حاجة، ما ممكن يتوير جنوب السودان. والآن مستقبل جنوب السودان علامة كبير، علامة الاستفهام، هل جنوب يكون دولة واحدة أو جنوب يقسم؟ في رأيي كجنوبي متعلم وبيعرف الأجيال الحصل في الجنوب تاريخيا لحد الآن، الجنوب ما يستطيع يكون دولة واحدة. الجنوب راح يقسم على ثلاثة دول، يكون في بحر غزال الكبرى هي الدولة بتاعت سيلفا كير والاستوائية الكبرى وعلى النيل الكبرى، وكل واحد يشوف على حاله. وسيلفا كير عاوز يقتل رياض مشار، وأنا ما نخلي سيلفا كير يقتل رياض مشار. إذا قتل رياض مشار الجنوب انتهى، ما عندنا ثقة من سيلفا كير. كلامه وكلام ده كذب، زي ما كذب الانقلاب، كلام كذب للعالم الآن في انقلاب وعالم فهم.
الآن عرفنا في دول بوراو نرويج إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول باقي دول الأوروبية، لكن ما هم الأوروبيين ما بدخل في مشكلة، لأنه إذا دخلوا في مشكلة السودان بنتشر إلى أثيوبيا، بنتشر للصومال، بنتشر لكينيا، بنتشر لأوغندا والزاير. كنا عاوزين العلاقات بين الشمال والجنوب يكون تماما، لأنه شعب واحد. إن شاء الله هم قسموا على اثنين، هم شعب واحد. في جنوبين كثير هنا، وأنا ما بشوف لأنه أخوان في السودان هنا بعمل لهم أي حاجة، قاعدين مع بعض، بيأكل مع بعض، ماشيين مع بعض، ما في مشكلة. فنفس الشيء في الجنوب، الأخوان من منين في جنوب السودان ما عندهم مشكلة، لكن الحصل في الجبل العلاقات بقيف شوية. أنا ممكن برأيي لأنه الحكومة من الحكومة الآن في جنوب السودان ما فيش حكومة، فده حاجة داخلية لازم الجنوبيين يحل مشاكلهم داخليا، فما عاوزين التدخل من أجنبي، أجنبي تدخل أجنبي. دي مع المسافين الآن دخل لو قوات في حرب مع قوات الفخير ده حاجة تانية. أنا هنا عندنا الرد، ومسافين بيعرف الرد ما يكون الرد. عندنا الرد الفعل له، إذا كان عاوز جنوب يكون دولة مستقرة وبمشي قدام الفخير لازم يتنازل، يعمل تنازل. وبالهذا الإمارة الجماعية عمل ده، نمشي للمحكمة الجنائية عشان يجي يشيل سلفكير. ده معامل لروتو، ويليام روتو نائب رئيس في كينيا و و و و و أورو كنياتا في انتخابات الفات في كينيا. فأنا بقول عاوزين السلام ما حرب، عاوزين سلام، لكن سلام ما بيجي إذا كان سلفكير مستمر كرئيس في جنوب السودان، ما في، لأنه ما في زلان تستقى منه. شكرا. بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العالم في أسبوع. تقبلوا مني ومن فريق العمل أطيب المنى، والسلام عليكم.